بو بكل ظهور إعلامي ورينا اللي هو قاعد يتطور اتصاليا بشكل كبير برشا. لأنه مثلا البارح وقت اللي نتفرجوا في محمد عبو مثلا ناخذوا حركات الأيدي متاعه اللي هي كانت اللي هي علاش نهتموا بها، خاطر تعطينا الموفمون سيريبرال متاع الشخص. هنا نحسوا فما تناسق كبير برشا ما بين المنطوق ما يقوله محمد عبو وما بين حركات الأيدي. يعني السرعة متاع الكلام والديبي متاع الكلام والريتم متاع الكلام يتماشى برشا مع حركات اليد متاعه، ما تحسش اللي اليد فايتة الكلام متاعه هو محمد عبو. حاجة أخرى مهمة برشا في محمد عبو اللي هو الحضور، أنه كان يعني يقولوا احنا مالي بلاست ومالي الكرسي متاعه، وكانت الأكتاف متاعه متوازنة وقت اللي يبدأ يحكي، وكانت مثلا عنده الكروازمون ديما، لكن الكروازمون ديما عنده لبوس الفيل فوق هكا، وهذايا دلالة على أنه شخص حاضر للكوميونيكاسيون وحاضر خاصة للنيغوسياسيون. يعني كسياسي قادر على النيغوسياسيون في أي ملف ينجم يحكي عليه، وخاصة الملف اللي هو الملف القضائي. وهو كمحامي قادر جدا، متشبع بالملف هذا. ما ننسيوش محمد عبو عنده تجربة سياسية، عنده حنكة سياسية، معناها يعني ماهوش دخيل على المجال السياسي، مناضل معناها خذي تقلد وزارة دونك هذا الباركور هذا كل إلى جانب، وأنه صفته كمحامي بصفة عامة المحامين عندهم معناها قدرة كبيرة في الاتصال بصفة عامة، وخاصة الاتصال السياسي كي يبدأ متشبع بالمواضيع متاعه. هذا هو عفاف، وهذاك علاش قلت لك كل ظهور لمحمد عبو نحسه فما تطور في الكلام متاعه، تطور في طريقة الكوميونيكاسيون متاعه، تطور في طريقة الحضور متاعه بشكل كبير برشا. الحاجة الجديدة بالنسبة لمحمد عبو في الخطاب السياسي اللي قدم فيه هو أنه المرة هذه ما يتوجهش للسياسيين وإنما يتوجه للتوانسة، ويقول للتوانسة أنه مثلا نردوا بالنا فيما يخص الإيقافات الأخيرة وفيما يخص المواضيع السياسية الأخيرة، رانا مانيش في متشكورة وإنما رانا في مواضيع سياسية. هذاك علاش على التونسي أن يكون إعمال العقل قبل كل شيء في التعامل مع الملفات هذه. محمد عبو حب يبعد على صفته كمحامي ويقول ديما أنا ما نتعاملش مع الملفات كمحامي ولكن كسياسي. اليوم تونس بحاجة أنه السياسيين الكل معناها يحطوا اليد في اليد من أجل الخروج من الوضع هذايا. نرجع لليبوزيسيون متاع محمد عبو وقت اللي يبدأ يحكي، نحسه ساعات فما مواضيع اللي تقلقوا شوية. هذاك علاش مثلا عنده وقت اللي يبدأ يحكي مس راسه على الأقل 5-6 مرات بطريقة أنه لأنه الموضوع مقلقه شوية. حاجة أخرى اللي عنده تيك هذيك راهو ديما يعمل هكذا، اللي عنده تيك ترجع له الحوارات والقديمة من أول ما يظهر ديما يعمل هكذا. المرة هذه كيف كيف يشد لي فيست نتاعو هكايا، الفيست نتاعو يشدها بطريقة هكايا باش يقدم الموضوع، وهذا يخليه أنه قادر على الإقناع ويديه خاصة نرجع لليدين نتاعو واللوفيرتور نتاع اليدين نتاعو والبوزيسيون نتاعو تعطيه قدرة على الإقناع. حاجة مهمة عند محمد عبو هو ولا يتحكم برشا في الديبي نتاع الكلام نتاعو، ما عادش السرعة الكبيرة برشا، خاطر قبل محمد عبو كان وقت اللي يبدا يحكي كان فما ديبي سريع برشا برشا ياكل الكلام ياكل الكلام. توا محمد عبو ولا النطق الكلمات في محلها. يعني وانت كمختصة حسيتوا انه هذا خذيه بالخبرة والتجربة ولا الى ايتي فورمي عمل كوتشينغ؟ الى ايتي فورمي محمد عبو نحس اللي فما فورماسيون، فما فورماسيون كبيرة برشا خدمت على محمد عبو خاصة وقت اللي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، لأنه الخدمة هذه خاصة في المنطوق متاع محمد عبو معناها البونكتو تخي بيان الكلام متاعه، وكل كلمة وقت اللي يحبها توصل ينزل على الكلمة المفتاح والكلمة السر، وهذا فما خدمة متاع كوتشينك خدمت كبيرة برشا مع محمد عبو. واضح، شكرا لك أمال عدويني، كانت هذه سان فيلتر.